عدنا من جديد أعزائنا المشاهدين بسماع أصوات القادمين إلى الأردن لنعلن الانتماء إلى الحضارة، لنعلن بأن الأردن باقية بأصوات مثقفيها ومبدعيها. تواجدنا في جرش 36، حقيقة هذا الإبداع المتراكم المتجذر بأصالة هذه المدينة العتيقة، نشم رائحة الإبداع والأصالة والفنون. دعونا مشاهدينا الكرام نعلن إيقاد شمعة مهرجان جرش 36 في حلقة جديدة مميزة من الإبداع والثقافة والأصالة. أكيد يا أحمد، يعني بعد هذا الكلام الجميل والمميز والذي لا يتوقف عندما نتحدث عن جرش العطاقة والأصالة والمحبة واللي نشوفها اليوم ملانة بالحضور العربي الملفت، نتحدث عن 20 دولة عربية مشاركة بفنانينها بفنونها بثقافتها بغناها وبأدبها، نتحدث عن جرش اللي بتجمعهم اليوم في مهرجانها واللي بتجمعنا كمان في بيت للكل من على مسرحها. خلونا نتحدث أكثر عن هذه الدورة المميزة لجرش 36، ويسرنا أن نرحب بالسيدة هيفاء النجار وزيرة الثقافة معالي الوزيرة ورئيس اللجنة العليا للمهرجان للحديث أكثر حول المهرجان، رسالته، فعالياته وأيضا رؤيته لهذا العام. ونورتوا ليالينا. مساء الخير. يعني ضيفتنا الحقيقة نورتوا ليالينا، وأولا هذا الاسم الجميل نور ضيفتنا للمرة الثانية بين الثقافة والجمال، السيدة هيفاء النجار معالي وزيرة الثقافة الأردنية، سعداء بوجودك للمرة الثانية في بيت للكل. أنا سعيدة فيكم. احنا سعداء بجد وسعداء بهذا الجمال، يعني يمكن احنا بدأنا مبكرا قبل الدخول الى الحلقة بأماكن كتير فوق وشفنا جرش من فوق وحضرنا قبل الغروب وقبل بداية الافتتاح. ما هي رسالة جرش هذا العام في الدورة 36 سنة 2022 وشعار نورت ليالينا؟ نورت ليالينا بيمثل جمال الأردن. الأردن دائما يجمع، الأردن تأسس على المحبة، هذا الجمال وإن كان يحمل حضارة كما تفضلتم قديمة، ولكنه هاي الحضارة بناها أهل جرش، الجرشيون الأردنيون. واليوم جرش تقع في قلب الأردن، والأردن يقع في قلب العالم العربي، والعالم العربي في قلب العالم. فرسالتنا دائما جامعة، دائما مبنية على المحبة، دائما مبنية على التعدد، على التنوع، على الإبداع والابتكار، وعلى كل ما يتصل بالإيمان بالمستقبل، الأمل. ولكن هذا الأمل مرتبط ببرامج عمل، مرتبط أننا اليوم نجتمع معا على مائدة هذا المهرجان بهذا التنوع الجميل. الافتتاح اليوم أطلق رسالة الأردن. رسالة الأردن اللي احتفى بمئوية الأولى، في إنجاز كبير بالمئوية الأولى، ولكن أيضاً في حالة من التفاعل وحالة من التطلع للمستقبل برؤية نقدية. فهذا المهرجان بالتأكيد هو المهرجان الأول في المئوية الثانية من عمر المملكة الأردنية الهاشمية، ولكنه يحمل إنجازات 35 دورة من دورات المهرجان. كما يحمل الأردن إنجاز، في إنجاز، ولكن في تطلع كبير للمئوية الثانية مبنية على رؤية شمولية تكاملية. نعم، أنا كنت معاكم بإربد حقيقي. طبعاً